أنا شايف إن القضايا المطروحة الأجندة المطروحة فيها 15 قضية بتتعلق بالنواحي الأخلاقية والنواحي الإعلامية، بتتعلق أيضا بإحياء مفهوم القيم في المجتمع، بتتعلق في العلاقات بين المسلمين والأقباط والعلاقات بين المسلمين والمسلمين والقواعد اللي هي السماحة والتعاطف والمحبة والسلام. كان الحقيقة الداعيات يعني أنا بعتبرهم يعني حاجة كويسة جدا، فكر مستنير وجرأة في الآراء وطرح جيد جدا، فربنا يوفق بإذن الله. طبعا لما تعرض عليا أن أنا استضيف المؤتمر أنا رحبت فورا، يعني ليه؟ لأن دي مدينة المؤتمرات ودي مدينة الرسائل بتوصل للإعلام منها، وبعدين ده دعم للمدينة ودعم للسياحة ودعم لكل حاجة. في الحقيقه يعني انا ما اتاخرتش وانا سعيد جدا بانعقاد هذه الدوره على ارض مدينه السلام. احنا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى استفدنا كتير جدا جدا، كان لازم مثل هذه الندوات والمؤتمرات، لان احنا اساسا اعلام ديني في الاصل، والاتصال المباشر بين الائمه وبين الجمهور طبعا له فايده كبيره جدا جدا في توصيل المعلومه الصحيحه من خلال القران والسنه. الاسلام لا يتعارض مع الواقع ابدا، لكن الموضوع عايز فهم ازاي نربط الايات القرانيه والاحاديث النبويه بالواقع بتاعنا، هو ده الخلاف، مربط الفرس في هذا الامر.